قال صلاح عمارة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بأنه تم إصدار كتاب دوري وإرساله إلى جميع المديريات التعليمية يفيد بحظر قيام المدارس الخاصة ببدء العام الدراسي 2015-2016 قبل إصدار القرار الخاص بالخريطة الزمنية واللي بتنظم بداية ونهاية العام الدراسي. من جانبه قال الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم إنه سيتصدى شخصيا لأي ولي أمر يتطاول على المعلم، مشيرا أنه سيكون هناك 10 درجات للحضور والسلوك، مؤكدا أنه سوف يعمل على إعادة الانضباط إلى المدرسة واسترجاع هيبة المعلم. أن المدرسة حرام، عندما يدخل المدرسة عليه أن يحترم كل شخص في المدرسة من أول العالم اللي واقف على الباب لغاية آخر واحد في المدرسة. أنا بأكد مرة أخرى على نعم سيكون هناك 10 درجات للحضور والسلوك، نعم سنعيد مرة أخرى سلوك الطلاب إلى ما كانوا عليه، نعم سنعيد التربية مرة أخرى إلى المدارس، نعم التربية قبل التعليم، لازم نرجع الانضباط مرة أخرى إلى المدرسة، ولا بد أن تعود للمعلم احترامه وهيبته كما كان. أنت معاك 20 مليون طالب وتلميذ في المدارس، لو غيرناهم مصر هتتغير. هم دول لو غيرناهم مصر هتتغير، بس مين اللي غيرهم؟ المعلم. عشان كده لابد أن يكون عودة نموذج المعلم المثالي مرة أخرى لكل معلمين مصر. عندنا حملة نص في مدرستك، هنشارك فيها كلنا مع بعض حتى المعلمين والطلاب، ثم كل أسبوع نختار قيمة نركز عليها في الأنشطة بتاعتنا في الإذاعة المدرسية، حتى في المناهج اللي احنا بنشتغل عليها تكون جزء منها مرتبط بهذه القيمة، وننتقل من قيمة النظافة إلى قيمة التعاون، إلى قيمة احترام الكبير، إلى قيمة احترام العلم، إلى قيمة قبول الآخر واحترامه، جميع القيم كل أسبوع قيمة، في الآخر خالص هنشكل منظومة قيم عند أولادنا ونرجع الأخلاق تاني للمدرسة والقيم مرة أخرى، ودي أهم حاجة في التعليم. مهم جدا عودة الانضباط إلى المدارس وعودة هيبة المعلم. بيعاني